معاه الخيط. حطيت العيال في السوبر ماركت وخرجت أقرب جبل، هذا الجبل والله ما أدري شو اسمه، في مكدونج ما أدري إيش، خرجت أتمشى وأصور أشوف إيش أحصل هنا. واضح ان الجبل هذا ما هو مثل الجبال اللي رحت قبل كذا، ميزته انه على طبيعته اكثر، يعني المسارات حقته ترابيه، هذه مسارات ضيقه وترابيه ما هي مبلطه، يعني ما تشوف الا الاشجار حوالينك. يعني طريقه حلوه، حاطين بس مجاري للمياه الأمطار. طبعا على بداية فصل الخريف الآن بدأت أوراق الأشجار تتساقط، مع أنها ما صفرت لسه، يعني الأوراق اللي طاحت كلها باقي خضراء. هنا أسمع أصوات الطيور بوضوح أكثر من الحدائق اللي تكون مبلطة مرتبة ومليانة بالبشر بالناس. هنا الناس أقل بكثير، وأسمع أصوات الطيور بوضوح. والله ما ادري ايش قدامي، هنا حاطين لوحات تحذير دينجر، ما ادري شكل في حيوانات هنا لا تكون مفترسة. اسمع اصوات الطيور من كل اتجاه لكن ماني قادر احدد مصدرها، ابغى اصورها وماني لاقيها بالضبط. للأسف اليوم ما جبت معي العدسة الطويلة التليفوتو، تصوير الطيور ما بيكون قريب واضح زي المرة الماضية، لكن برضو يعني لقيت نتائج كويسة. كل ما امشي زيادة يعجبني المكان اكثر، صراحة المكان حلو.
وجمال الجبال هنا في كوريا. هذه الجبال في كل حي مفتوحة.